بونسوار. بحلقتنا لليوم رح نحكي عن شركة ال جي وشو هو مفهوم براند توب. منشوف سوا بهالريبورت. بإطار جهودها المستمرة لطرح أساليب مبتكرة للتفاعل مع زبائنها، أطلقت شركة ال جي إلكترونيكس مفهوم براند توب داخل صالات عرض تلكو موزع الرسمي للعلامة بلبنان. وتم الكشف عن صالة العرض اللي تم تجديدها على هامش مؤتمر صحفي وقيم ب 13 أدار 2015 وحضروا عدد من الإعلاميين والمهتمين بأخبار التكنولوجيا بلبنان. كما جاء المؤتمر بمشاركة ممثلين رفيعي المستوى من ال جي وسيلكو ووكلاء من كافة المناطق اللبنانية. شاكر إلكترونيكس. ومن جهته أعرب السيد حسن شاكر المدير التنفيذي لسيلكو عن سروره بتقديم مفهوم براند توب النوعي بصالات عرض الشركة، وأضاف يكمن هدفنا الرئيسي بطرح ابتكارات لحياة أفضل بحيث بشكل ذلك أهم العوامل التنافسية اللي بتعتمدها علامة ال جي. وبيقدم براند توب لزواره فرصة اختبار منتجات ال جي داخل أركان تفاعلية، بحين يمكن للزبائن الاستفادة من برنامج ولاء خاص بيقدم للمشتركين فيه عدد من العروضات والخصومات الاستثنائية. ومع ال جي بنختم حلقتنا، وأنا بشوفكم بكرة بأخبار جديدة.